بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كما راكم تشوفوا اليوم حصة الإدماج، حصة الإدماج في اللغة العربية، عندنا ألعاب قرائية ولا ألعاب تعلمية للتلاميذ. طيب أول حاجة نقسم التلاميذ إلى فريقين، قسمنا التلاميذ الفريق الأول والفريق الثاني. فريق الأول هذا اللي سميناه فريق النجم، هما اللي اختاروا الاسم، ياسر هو اللي أعطى لهم الاسم فريق النجم. طيب الفريق الثاني فريق الأبطال، كما راكم تشوفوا فريق الأبطال، واللي اختار لهم الاسم هي سلسبيل. إذن عندنا فريق النجم وفريق الأبطال، درنا لهم في الصبورة الجزء الأول الخاص بفريق النجم والجزء الخاص بفريق الأبطال. طيب هذه اللعبة، اللعبة التعليمية القرائية، طيب راح نلعبوا باش نتعلموا، مش نلعبوا باش نضيعوا الوقت. إذا هذه اللعبة باش نتعلموا بها كلمات اللغة العربية. طيب راح نشرح لكم اللعبة. طيب قبل ما نبدأ اللعبة احنا تعرفنا على حرفين، شكون يذكرني ما هما الحرفين اللي تعرفنا عليهم بالأسبوع؟ ياسر جيد، عرفنا على حرف الميم وحرف الباء. طيب اللعبة هذه واش تقول؟ راح نقرأ لكم كلمات ونقرأ لكم بعض الجمل ولا كلمات، ليسمع كلمة، اسمع مليح باش تفهم، ليسمع كلمة فيها حرف الميم أو فيها حرف الباء يرفع يده، كي يرفع يده يقول لي كلمة واش هي، بعد ذلك يستبدلها لي بكلمة أخرى، يستبدلها لي بكلمة أخرى فيها نفس الحرف اللي اكتشفناه، بعد ذلك نكتبوا الكلمة هنا. إذا كان الفريق الأول هو اللي أعطى لي الكلمة نكتبوا الكلمة هنا، وإذا كان الفريق الثاني هو اللي أعطى لي الكلمة نكتبوا الكلمة هنا، بعد ذلك في الأخير نحسبوا الكلمات، اللي عنده أكبر عدد من الكلمات هو الفريق الفائز، وطبعا الفريق الفائز يتحصل على جائزة. خلاص فهمنا؟ طيب أسمع الجملة الأولى بالأصبع، ليسمع كلمة فيها حرف الميم أو حرف الباء يرفع صبعه، والهضرة بالأصبع لأنك لما تهدر بلا أصبع يسمعك الفارق الثاني ويدلكم النقطة تاعكم، فهمنا؟ إذن الكلام بالأصبع. طيب الجملة الأولى، مازال ما قلت الجملة، أصبر. الجملة الأولى ارفع صبعك إذا سمعت الميم أو الباء. طيب الجملة الأولى، أكل المريض البصل ليشفى، أكل المريض البصل ليشفى. ما تنوش، غير في مكانك، غير في مكانك وانت جالس. توبة، ما هي الكلمة؟ أعطيني كلمة اللي فيها حرف الميم أو الباء. أكل المريض، شي الكلمة، ما هي الكلمة اللي فيها حرف أكل؟ أكل شفيها ميم ولا باء؟ المريض مشي أكل. طيب كلمة المريض شفيها واش من حرف فيها؟ جيد، فيها حرف الميم. طيب إذا كلمة المريض فيها حرف الميم. الآن الفريق تاع توبة هذا فريق كامل، أعطوني كلمة أخرى فيها حرف الميم، كلمة فيها حرف الميم. سلسبيل، مسجد، جيد. إذا نكتبوا كلمة مسجد عند فريق الأبطال. الجملة اللي قريتها لكم هل فيها كلمة أخرى فيها الميم ولا الباء بالأصبع؟ بالأصبع عبد الكريم، لا. شكون يقول لي هل فيها كلمة أخرى؟ لا. أشرف، فيها. وش هي كلمة؟ باء. وش من كلمة؟ البصل، جيد. كلمة البصل فيها حرف الباء، أحسنت أشرف. طيب الآن فريق أشرف، أعطوني كلمة أخرى فيها حرف الباء، كلمة أخرى فيها حرف الباء. حمداش، كلمة فيها حرف الباء. نعم، برميل، جيد. طيب كما راكم تشوفوا فريق الأبطال راه متحصل على كلمتين. طيب الجملة اللي قريتها لكم مازال فيها كلمة، نعود الجملة، أكل المريض البصل ليشفى، المريض خلاص والبصل خلاص، كاين كلمة أخرى في الجملة؟ لا. ماريا، قلنا بالأصبع، لا خلاص. إذا نديروا جملة جديدة الآن، جملة جديدة. طيب تبع معايا، في رمضان يصوم المسلم، في رمضان يصوم المسلم. ياسر، في رمضان شي الكلمة؟ في
رمضان واش من حرف فيها؟ فيها حرف الباء. الباء رمضان وراي الباء حرف الميم. جيد، فيها حرف الميم. رمضان فيها حرف الميم. إذن الآن فارق تاع ياسر اللي هو فارق النجم. أعطوني كلمة أخرى فيها حرف الميم. كلمة أخرى فيها حرف الميم. توبة. زينب. ماء. ماء. جيد. قلنا في رمضان يصوم المسلمون. هل توجد كلمة أخرى؟ لا. في الجملة. أشرف. شيء كلمة. جيد، حرف الميم. المسلمون حرف الميم. أحسنت أشرف. طيب الآن فريق أشرف، أعطني كلمة أخرى فيها حرف الميم. كلمة أخرى فيها حرف الميم. عائشة. نعم. مكة. جيد، بارك الله فيك. كلمة أحسنت عائشة، كلمة مكة. إذن في فريق الأبطال رمع عندنا ثلاث كلمات. طيب تعرفوا مكة؟ بالأصبع. شكون يقول لي ما هي مكة؟ شيء مكة؟ وين توبة؟ وين جاية مكة؟ أشرف. السعودية. جيد، مكة جاية في السعودية، في دولة السعودية. مكة هي اللي يروحوا يحجوا إليها المسلمين، لما يروح للحج ولا للعمرة يروحوا لمكة، بيت الله. مكة هي بيت الله. جيد عائشة. طيب كلمة الآن، جملة أخرى. تبع جملة أخرى. جملة أخرى، أعطيكم جملة أخرى. طيب، نام الطفل نوما عميقا. نام الطفل نوما عميقا. أريج. نام، شفيها وش من حرف فيها؟ جيد، أحسنت. أريج. نام فيها حرف الميم. الآن الفريق تاع أريج هذا فريق الأبطال، أعطوني كلمة أخرى فيها حرف الميم. ما تنوضيش. آدم. كلمة فيها حرف الميم. ولا عبد الحي. منزل. جيد، منزل. جيد، كلمة منزل. جيد، إذا فريق الأبطال رم عنده أربع كلمات، وفريق النجم رم عنده كلمة واحدة. إذا الحد الآن فريق الأبطال ولا رفائز. طيب زيدكم جملة أخرى. جملة أخرى تبع. نعم محمد. مازال حتى تعطوني النقطة باش تعطوني الكلمة. مازال نعود جملة أخرى. جملة أخرى تبع. ماء البحر مالح. بالأصبع. بالأصبع. محمد أمين. ماء. ماء شفيها وش من الحرف؟ حرف الميم. جيد، الآن فريق محمد أمين اللي هو فريق النجم هذا، أعطوني كلمة أخرى فيها حرف الميم. عبد الكريم. ممحاة. جيد عبد. جيد، إذن الكلمة اللي أعطاها لي فريق النجم هي كلمة ممحاة. طيب نربح الوقت، ما نضيعوش الوقت، نكتفي بهذه الكلمات. لحد الآن الفائز هو فريق الأبطال. فريق الأبطال هو اللي فائز، هو هذا الفريق الثاني. طبعا نعطيكم جائزة. طيب قبل ما نروحوا للجائزة، الكلمة اللي كتبناهم في الصبورة راح نردوهم. إذا تحصلنا على ست كلمات، عندنا أربع كلمات لفريق الأبطال وكلمتين تاع فريق النجم. نبدأ بكلمة تاع فريق الأبطال. ما مسجد. ما مسجد. با برميل. با برميل. ما مكة. ما مكة. ما منزل. ما منزل. ما ماء. ما ممحاة. طيب ديروا التقطيع الصوتي. يلا بالتصفيق. مس جي دون بر مي لون مكة كا من زي لون ما أن مم حا تن. نعود مرة أخرى. مس
ما أم مم ح أم. طيب نديله القفز، وقف في مكان، في مكان. مس جي دم بل مي لن مكة ك تن من زي لن ما صح. تبع تبع تبع، اشرح لكم اللعبه كيفها. يجي تلميذ هنا يعطي لها كلمه بحرف الميم وكلمه بحرف الباء. يلا سابيل. اي تحكي عليكم. خلاص اسكت بابا، قولي لها كلمه. يلا ماما زيد زيد لها كلمه بحرف الباء. اصبر اقعد. باء بطه. عودي لها عودي لها عودي لها. قولي لا ما قولي لا. باء بطة باء بطة. أيضا بلا كلمة كلمة. ما 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 مكتب. قولها مكتب مكتب. مسجد مسجد مكتب مكتب. زيد واحدة زيد واحدة. بس قول قولها اصبر قولها منزل. ارفع صوتك ارفع صوتك مليح. اصبر كنت تقول قول قول منزل. عاود عاود واحد واحد يقول لازم واحد منزل. قولها منزل.
قول كده حبس قول منزلون يعقوب قول لك كلمة أخرى فيها الباء فيها الباء اصبر بطة يعقوب شوفه شوفه اصبر يا بقرة بقرة ها شو يا قاب اصبر اصبر بقرة بطة هاكو قولينا أس كلمة أخرى زيدي كلمة أخرى